تقول السائلة: هل يحق للمرأة أن ترفع صوتها في الدعاء أو قراءة القرآن وهي تطوف حول الكعبة؟ لا ترفع صوتها، وإنما تدعو سرا. وكذلك الرجال لا ينبغي لهم رفع أصواتهم، لأنهم يشوشون على الآخرين، وكل يدعو لنفسه بحيث يسمع نفسه ولا يرفع صوته على الآخرين. والمرأة تزيد، لأن صوتها فتنة أيضا. نعم.